السلام عليكم إخواني أخواتي، جيت اليوم باش نشارك معكم واحد جوج حوتات إن شاء الله. بغيت نديرهم من الغدا اليوم، وقلت علاش ما نشاركهم معكم. هاهما مغسولين ومنقيين مزيان، وقطعتهم كشرائح، وبغيت نرافق معاهم إن شاء الله. عندي التومة، كاين سكنجبير، كاين البزار، كاينه التحميره، البابريكا، هي معلقه صغيره معلقه صغيره، ما بغيتش نكثر القوام بزاف. عندي الخرقوم، عود، عندي الكمون معلقه كبيره، وعندي القزبر مدقوق معلقه كبيره، وعندي صلصه ديال المطيشه، عندي زيت العود نص كاس، وعندي المعنوس والقزبر مكونجلي والزيتون. يلا نبداو على بركة الله ان شاء الله. اولا غادي نحك نخلط الثومة مع المصير، وعندي المصير نخلطهم مزيان، ونحكهم على الحوت هو الاول، ندخلهم في الحوت ندخلو في هاد الشقاق، التومة والمصير هما الاولين. وفي الداخل تاع الحوتة تشرب مزيان هاد، وعندي الخل والحمض، عفوا ما ذكرتهمش. نخلي هادو على جنب، ونخلط هاد المكونات اللي بقات ذكرت حتى هذا المصير، وعندي الزعتر تا هو خلطتو مع القزبر ما ذكرتوش من قبل. عندي الخل، واحد ثلاثة المعالق كبار، وعندي الحمض، نخلط كل شيء مزيان هبيدية، وندهن بيوم الحوت. هكا ناشفين،
نحيد هادشي نديرو على الحوتة ما نضيعوش. بعد غادي نديرو في هاد المول اللي تيدخل للفران، ندير شويه الزيتون، ما درت لا خضره لا والو، يلا الزيتون ولا صوص صافي. هادو كويرات ديال السردين، نرافقهم مع الحوتات. وعاد من بعد ندير لاصوص. حيت كاين اللي ما تيبغي لياش لاصوص، نديرها في حوطه وحده والاخرى نخليها، نديرها نخليها غير هكاك. ومن بعد ندير الزيت، ندير واحد شويه الماء طايب خويا في الكاس، هاد الحوته ما كندير فيها لا مطيشه لا خضره لا والو، هاد الشكل هذا الطريقة صافي اللي كندير فيه. نغطيه دابا بالقعيد ان شاء الله، ومن بعد نغطيه وندخلو للفران غادي نطلقها. الحامض نديرو من الفوق، ندير واحد الفلفله وسميتو ما عاديش ندير فيه والو، هذا هو هاد الشكل اللي بغيت ندير فيه صافي، لا خضره لا بطاطا لا والو. وقعيت على الطهي وقعيت لانيو وندخلو للفران ومن بعد نتلاقاو. يلا من بعد ما طاب الحوت ها هو كيجا تيشهي تبارك الله، وريحتو كتعطي منين ومنين، جا غزال. ورفقته بالشلاضة، شليضة ديال الخس والخيار مطيشة. يلا ها هو بالصحة والراحة.